السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم نجاح زراعة ما يسمى بالعبري الصيني أو بالسدر الصيني. وكما نشاهد هذه أشجارة نجحت بنجاح باهر وأخرجت ثمار كما نشاهدها على الشجرة الآن. هذه ثمارها العبري الصيني، وهذه الثمار التي في يدي كبيرة الحجم، تقارب للتفاح الأخضر تقريبا أو الليمون ما يسمى أبو زهيرة، حجمها كبير جدا. هي لا تنبت في الجزيرة العربية أو في السعودية أو بالرياض، خصوصا في المنطقة الحارة على طول لابد من تطعيمها. كيف يتم التطعيم؟ يتم تطعيمها في العبري البلدي. طريقة تطعيم العبري أو السدر الصيني مع السدر البلدي لكي يخرج لنا عبري صيني أو سدر صيني. أول شيء نجيب غصن أو شجرة سدر بلدي أو محلي صغيرة الحجم، لها مركن أو لها مكان، لها جذور. ثم هذا غصنها نأتي في غصن السدر مثلا الصيني، هذا مثال فقط، ونضع السدر الصيني في هذا الشكل، ولتحت بعد ما نقصه السدر البلدي، ثم نربطه في حبل أو شطرطون أو أي شيء آخر ربط هنا. بعد مدة سبحان الله هذا الأساس السدر البلدي، بعد مدة الغصن اللي وضعناه هنا يخرج غصون صغيرة خضراء ألا وهو السدر البلدي، السدر الصيني عفوا المطعم. وش نسوي هنا؟ هنا نقص أي سدر بلدي يطلع أوراق أو شيء نقصها، نبقي فقط غصن السدر الصيني. بعد مدة وش يصير؟ تصبح شجرة كاملة كما نشاهدها هنا سدر الصيني، ويخرج ثمار سدر صيني. أما السدر البلدي فنقصه مثل ما تشوفون هنا، قصينه هنا، هذه غصون قديمة انقصت أو قصت، وبقي الغصن الأساس كما نشاهد هذا الغصن الصيني، وهنا تفرع له عدة فروع. أما هذا القديم فمات. بعضهم يخطي، شو يسوي؟ بعضهم يخلي الصيني ينبت له أوراق، واللي أسفل البلدي أيضا ينبت له أوراق، فماذا يصبح؟ يصبح أن السدر البلدي يصبح أقوى، فيموت الغصن الصيني ويحيا الغصن البلدي. لأنه ليش السبب؟ لأنه هو الأساس، لأن العروق والجذور تحت تبع غصن البلدي. هذه طريقة التطعيم. هذه الذي نشاهده الآن هو الغصن أو السدر البلدي المحلي أو العبري، قد كبر. هذه كانت مطعمة في سدري صيني، لكن العامل إهماله قد جعل الغصن البلدي ينمو بكبر لأنه لم يقصه وهو صغير، فأصبح شجرة مرتفعة جدا. فماذا حصل في الغصن الصيني؟ الغصن الصيني مات كما نشاهده، ماتت الشجرة الصيني مرة. الآن لم يبقى من الغصن الصيني إلا هذا الغصن الصغير، ونشاهد الآن أوراقه متعكفة، دليل أنه ضعيف وأصبح ممكن يموت. حتى الطلع ثماره أصبحت ضعيفة جدا ويابسة كما نشاهد. لكن لابد من قطع الغصون البلدية المحلية، لكن للأسف الشديد أصبحت كثيرة جدا، كثيرة العدد، وهذا صعب قطعها، يبيلها وقت. يعني الآن كم غصن خرج، غصن محلي
كثيرة جدا، وهذا الأوراق السدر المحلي أو العبري المحلي ذو الأشواك الكثيرة، ولم يبقى من السدر الصيني إلا قصن واحد فقط، هذا هو. كما نشاهدها أوراقه ضعيفة جدا، ونشاهدها كأنها مريضة، وهذا دليل أنها سوف تموت، فلابد من قطع الغصن البلدي. ناظر الثمار هنا أصبحت تعبانة جدا، أيضا مات الكثير منها، هذه أوراق ماتت من الغصن الصيني. أصبح السدر البلدي هو المهيمن، فلابد قطع الغصن من أيام ما كان صغير، فإذا كبر خلاص فات الأوان. هذه شجرة سدر صيني كانت مطعمة بسدر بلدي، ولكنها الآن بعد ما كان العامل يقصه على طول أصبح العبري الصيني أقوى من العبري البلدي، فأصبحت شجرة عبري صيني كبيرة الحجم، وهي الآن بها ثمار ونجح التطعيم جدا. هذه ثمارها الآن أجمل شيء وهو اللون الأصفر، يعني مذاقه حلو جدا. كان اللون الأخضر ثم بعدها يصبح اللون الأصفر، بعدها اللون البني. اللون البني سكر، اللون الأصفر سكر، لكن اللون الأخضر يعني ما بعد استوى كما نشاهد أو لم ينضج. فهذه الشجرة أصبحت مليئة بثمار العبري الصيني كما نشاهده، ما شاء الله لا إله إلا الله. الله يبارك صاحب المزرعة، وهو مشروع ناجح جدا وذو تجارة ومعروفة، منطقة وادي الدواسر وغيرها من المناطق في إنتاج. ما شاء الله من كثرة ثماره كما نشاهدها الآن ساقط الكثير منها في الأرض كما نشاهد. وهو ناجح في منطقة الرياض والصحراء، زرع في منطقة نجد وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية، أيضا هو ناجح في الوطن العربي العبري الصيني بسبب التطعيم، فالتطعيم له فضل بعد الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يستثمر فيه الكثير من الفواكه والأشجار. قد استثمر في أشجار البرتقال ونجح، وأشجار ليوسف فندي وغيرها من أشجار، فالتطعيم له فضل بعد الله سبحانه وتعالى. العبري أو النبق أو السدر، تنتمي أشجار النبق السدر إلى العائلة النبقية، والتي تضم حوالي 58 جنسا، منها ثلاث أجناس هامة من أهمها جنس النبق. وتضم العائلة حوالي 600 نوعا ما بين أشجار وشجيرات ومتسلقات ونادر أعشاب، تنتشر في جميع مناطق العالم المختلفة. يعتقد أن الموطن الأصلي أشجار النبق السدر هو مناطق جنوب أوروبا وجبال الهيمالايا وشمال الصين، وقد يكون شمال أفريقيا والسودان وشبه الجزيرة العربية وأمريكا الجنوبية، لكن الأقرب ألا وهو شبه الجزيرة العربية. وتزرع أشجار النبق بمصر منذ أقدم العصور، وهي تنمو طبيعيا في شبه جزيرة سيناء وبعض أنحاء الصحراء الشرقية، خصوصا جبال علبة، حيث توجد نماذج كبيرة من أشجاره، وتنتشر أيضا في محافظة أسيوط وسوهاج والساحل الشمال الغربي وحول اسكندرية. وتنمو أشجار السدر طبيعيا في النوبة وبلاد الحبشة والجزيرة العربية، خصوصا في وسط الجزيرة العربية في نجد، حيث أشجار السدر قصيرة وثمارها صغيرة الحجم. أيضا في جنوب المملكة العربية السعودية حيث يوجد السدر العملاق إلى آخره. عموما تنتشر أشجار النبق في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية. الثمار صغيرة إلى كبيرة الحجم وتأخذ أشكال متعددة، منها كروي الشكل تشبه التفاح
ومنها البيضاوي، وتختلف أقطار الثمار حسب الصنف، ولون الثمار أخضر في المراحل الأولى ثم تتحول اللون الأصفر ثم اللون البني. القيمة الغذائية: تؤكل ثمار النبق طازجة ومحتواها عالي من الكربوهيدرات، ويعتبر الجلوكوز والسكروز السكر السائد علاوة على كميات طائلة من الفركتوز والسايلوز علاوة على محتواها العالي من فيتامين ألف وباء وجيم وبعض العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والحديد. للنبق استخدامات طبية متعددة، فتستخدم أوراق النبق في عمل لبخات من الأمراض الجلدية، ومنقوعة مفيد في علاج الأمراض الصدرية، ومغلية الأوراق قابض وطارد للديدان وضد الإسهال. وفي مصر تستخدم لبخة الأوراق لعلاج التهابات العيون، وكان قدماء المصريين يصنعون من ثماره خبزا حلو المذاق ويدخلونه في تراكيب العقاقير الطبية. وجاء في قرطاس إبرس الطبي أن النبق كان يستخدم كمسكن موضعي للألام وضد الصرع وفي علاج الكبد، وتستعمل الثمار ضد الحمى كما تستخدم كملين وتوصف لعلاج مرض الحصبة. وعرف أخيرا أن ثمار النبق تفيد في علاج تورم الثدي، ويوجد مثل مصري قديم يقول: من يأكل نبقة واحدة يظل فمه طاهرا 40 يوما. وفي الطب الشعبي يستخدم فحم الخشب مخلوطا بالخل لعلاج لدغة الثعبان. أما خشب النبق فهو متين ثقيل الوزن، ولذا فهو يستعمل في كثير من الأغراض الصناعية كمعمل الأدوات الزراعية والأثاث المنزلي وغيره من المباني. أيضا هو يستخدم في الرقية الشرعية.